بونجور تو الموند، بخير سافا. المهم واحد الحاجه مشات لي على بالي الصراحه، حتى عاوتاني فكرتيوني بهم، راني ديجا كنت عطيت عليهم القواعدين ما عطيتش دي زيكزامبل اون سكي كونسير لي زيكواسيون اي لي زوبيراسيون سور لي راسين انيام. لا فاموز بروبريتي ديال لا راسين انيام هي ملي كتكون عندي مثلا راسين دو اكس بي كو هي اكس باور بي اوفر كو، يعني ملي كتكون جذر اكس هنا بي كو كتكون هي اكس اوس بي على كو. هادي من جهه. اذا هنا غادي نمشي ندير لا سامبليفيكاسيون ديال هادو. بحال دابا مثلا هادو كيفاش غندير نسامبليفيهم؟ نوبلي با فاش كتكون عندي مثلا غاسين دو اكس هي اكس على بويسونس ان دومي، هنا ما كنكتبش الجوج بحال بحال صافي. نبداو بلا بالاولى حيت ما فهمتش جاكم جاوني دا كيسيون عليهم. هنا عندي ا غنسامبليفي ونشوف فين كاينين لي لاكون. هنا اوتوماتيكمون بعدا عندي هنا جذر، جذر هذه اللي ما كاينش ديالها شنو هي؟ هي جوج. اذا هنا جوج وثلاثة، يعني كيمكن لي نقول بان هي جذر جوج ستة برودكت. تما شنو عندي؟ عندي 12 وعندي جذر 16. هنا الى لاحظتي معايا جذر 16 شنو هي؟ هي 4 اس جوج على جذر جوج وهنا 5 صافي. هنا عندي جذر جوج ستة مضروبة هاد الجوج إلا خرجت لعلى برا شنو غتولي عندي؟ هي جذر ربعة ستة، حيت هادي راها كتخرج 12 على جوج كتعطيني ستة. وهنا عندي جذر جوج خمسة، هنا عندي سيس مع الساق بحال à la puissance P sur A à la puissance Q هي A à la puissance P moins Q. راه نفس الحاجة. هنا غادي نحول، عندي هنا جذر جوج من الرتبة ستة وهنا جذر جوج من الرتبة خمسة ولا الأنيام سيس و سانك، ما كيوقعو فيهم دي بروبليم دو كالكول. غنزيد نبسطها، هادي غنكتبها بالطريقة العادية شنو غتجيني؟ جوج 2 power 1 over 6 product. شنو هادي؟ هادي 4 أس جوج، يمكن لي ندير لها هي جوج، جوج على 6 هي 1 على 3 هنا 2 power 1 over 5 صافي؟ equal. شنو غتعطيني تما؟ 2 power 1 over 6 plus 1 over 3 minus 1 over 5. عاوتاني عندي A à la puissance P fois A à la puissance Q, il y a A à la puissance P plus Q. Vous appliquez la règle de les bêtements, vous êtes proche. Je vais dire ici, 2 power, ici 1 à la 6, 1 à la 3, yani, ici 2 à la 6, 1 à la 6, 3 à la 6, il y a 1 à la 2, ناقص 1 à la 5. On va faire le calcul عادي, je vais dire ici 10, 5, ناقص 2, il y a 5 ناقص 2 3 على 10. دابا هادي بغيت نكتبها بالغسيل انيام بي كو، دونك بي الداخل وكو على برا غتكون بحال هكا 2 3 10 ياك فهمنا. غنمشيو لا بي، عندي هنا عاوتاني غسيل غسيل 8 3 برودكت هنا 32 ولا 32 هنا 4 عندي الداخل على جذر 2 جذر 64 هنا 12. المهم اول حاجه خصني دائما نكون عارفه فين غنوصل في لي غاسين. شنو عندي هنا؟ عندي غاسين 2 8 هي 2 باور 3 مع 3 غتمشي شنو غتبقى؟ تبقى 2 حيت هادي راه 2 اس 3 كتبوها. واخا أجيني هنا جذر 3 وهنا الجذر ديال 2 أس 3 ضرب هنا عندي 32 غنخلي لها غاسين وعندي هنا غاسين وهنا عندي 4 32 شناهي 2 أس 5 صافي. وغنخلي غاسين 2 فوا هنا عاوتاني عندي 12 وعندي 64 شنو هي 64 هي 2 على بويسونس 2 على بويسونس 6
جيني هنا 2 أس 3 8 2 أس 4 16 2 أس 5 32 2 أس 6 64 تساوي هنا ما خصنيش نغلط ونعقل على الحساب ديالي كامل في الكالكول هذه عندي هنا 3 على 2 هنا 3 عليها نمشيو دقه دقه ونخليو غير غاسين ديال برا لداخل شنو غتجيني هنا غاسين شنو عندي عندي هنا 3 وهنا 2 باور 3 اوفر 2 ها هي نمشي انا دقه دقه بحال ما عارفه والو وهنا عندي 2 باور هنا عندي 4 دونك هي 5 اوفر 4 غنخلي لا غاسين وعندي 2 باور 5 اوفر 4 يعني دخلت هذا مع هذا والجذر الاخر راه مازال كاين غنمشي ايتاب باغ ايتاب هنا غاسين 2 2 ما فيها والو فوا هنا عندي شنو هي 2 باور 6 غتجيني 2 هنايا نقدر نحسب 2 أس 6 على 12 هي 2 أس 1 على 2 هي جذر 2 اوتوماتيكمون صافي نكمل هنا اتونسيون عندي واحد لا غاسين ثوازيام اي فو لا ميتر اون جو صافي شنو غتجيني حيت هنا عندي بي على كيو على كيو يعني هي 3 على 2 على 3 حيت هنا 3 على 2 على 3 هي 1 على 2 2 الى نكتبها غتعطي ليا غاسين 2 2 وهنا عندي 5 على 4 1 على 2 يعني 5 على 4 على 2 هنا عاوتاني غتجيني هي شحال 2 هنا 5 اوفر 4 وهنا عندي 2 غنقسم عليها هي 5 اوفر 8 وهنا عندي غاسين 2 2 فوا غاسين 2 2 هذه مع هذه مشات شنو بقات لي هنا 2 باور 5 اوفر 8 وهنا 2 باور 1 اوفر 2 وغادي نحسبها هاتجيني 2 باور 5 اوفر 8 ماينس 1 اوفر 2 شحال هي هي 2 باور 5 اوفر 8 ماينس 2 هنايا غادي نضرب في 4 غاتجيني 4 على 8 هي 2 باور 1 اوفر 8 ممكن نديرها بحال هكذا هنا 2 هنا 8 ها هي صافي غنخلي لكم شويه ديال الوقت كوبيو هادو باش نخدم لي ليكواسيون داكوغ بون غنمسح هادو باش نخدم لي زيكواسيون معاكم شنو عندي عندي الاولى هي غاسين 1 موان غاسين 2 اكس 3 هنا غاسين 2 اكس 6 لا لاحظتي هنا عندي 3 وهنا عندي 6 تفاهمنا نقدر نهزهم 3 شنو كتكافئ ليا هادي هي واحد ناقص جذر اكس هنا 3 لكل اس 3 هنا غاسين اكس هنا 6 لكل اس 3 غتجي لي هادي واحد ناقص جذر اكس وهنا غتعطيني غتبقى لي 3 على 6 هي شنو هي غاسين 2 اكس ياك ولكن هنا 3 على 6 يعني غنخلي هادي اس 1 على 2 هنا كاين واحد شونجمون فاريابل ضروري وي بوت اكس كبيره هي جذر اكس وباش نخدم عادي شنو غتجيني غتجيني هنا واحد ناقص اكس على بويسونس 2 موان اكس ايغال 0 هي اكس على بويسونس 2 بلس اكس موان 0 ايغال 0 غنحسب الريطا ديالي غتجيني واحد زائد 4 دونك اكس واحد هي دونك هنا 5 بوزيتيف عندي جوج الحلول هي ناقص واحد ناقص جذر 5 على 2 و اكس 2 هي ناقص 1 زائد جذر 5 على 2 انا اش كنعرف كنعرف بان اكس كبيره هي لا غاسين 2 اكس صافي اذا عندي هنا غاسين 2 اكس ايغال موان 1 موان غاسين 2 5 سور 2 و
combien racine de x, qu'est-ce moins 1 plus racine de 5 sur 2. Ça fait هنا بغيت x donc x واحد غتعطيني هنايا 1 زائد جذر 5 على 2 الكل اس 2 ولا جذر 5 ناقص 1 على 2 الكل اس 2. اذا s هي 1 زائد جذر 5 على 2 كل اس 2 ولا جذر 5 ناقص 1 على 2 الكل اس 2. فوالا صافي هادي من جهه صامارش. غنمشيو لا دوزيام دونك غنمسح هاد لي زيكزومبل هنا غنكتبها غتعطيني هنا x à la puissance 6 moins 3x à la puissance 3 moins 4 égale 0. Et bien, il y a la relation ma bien 6 ou 3, ça veut dire que x kbira, il y a x à la puissance 3. Parce que j'ai une équation de second degré, les canards. J'ai x power 2 minus 3x minus 4 égale 0. Donc delta, il y a 9, zaid 16, 25. X1 هي 3 ناقص 5 على 2 X2 هي 3 زائد 5 على 2 ناقص 2 على 2 هي ناقص 1 X2 هي 8 على 2 هي 4. Ça veut dire que X power 3 غتعطيني minus 1 ou X power 3 equal 4. هنا هادي impossible نعطي la racine racine 3e ce qu'on dit ma positive. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc x est racine 4 3e. S est racine 4 3e. هنا ما يمكنش ندير جذر ديال ناقص 1 من الرتبه 3 لانني ما قاليش لي راسين شاتو لي ديال اي ما يمكنش. حنا كنحلوا دائما دون r صافي. هادشي اللي خاص لي غاسين انيام. نتمنى يعجبكم لا فيديو, نتمنىكم تزيدوا تفاعلوا مع لي فيديو. يعجبكم لا تاكتيك تخاف حنا غاديين شويه بشويه. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش كوفو جوزام دونك ابونيفو اي على لا بروشين. باي باي.